صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تنظيم النسل إذا كان بقصد التفرغ لتربية الأولاد؟ لا، لا يجوز هذا إلا إذا كان في تتابع النسل ضرر على الأم في صحتها. إذا قرر الأطباء أن تتابع الحمل يؤثر عليها أو قد تفقد حياتها، فلا بأس أنه ينظم حتى تتحمل الأم الحمل والإرضاع. أما إذا كان لغير هذا فلا يجوز. نعم.